هذه السائلة تقول أنها بعدما اغتسلت وصلت العشاء اكتشفت وجود دم خفيف من العذر الشرعي، هل تعيد الصلاة؟ بالنسبة لوجود أثر، هذا الأثر إذا كان أثرا قديما وتأكدت بأنه عندما صلت الأثر موجود، ففي هذه الحالة فإن الصلاة لا تصح بسبب وجود نجاسة. فالنجاسة إذا رؤيت في الملابس، إذا تم التأكد من أنها قبل أداء العبادة، قبل أداء الصلاة مثلا وغير ذلك من العبادات التي تستوجب الطهارة، فإذا تأكد الإنسان فإنه عليه أن يعيد الصلاة. أما إذا تشككت هل هذا الأثر بعد الصلاة أو قبل الصلاة، فإنها لا تلتفت إلى هذا الأثر، وذلك لأنه شك قد أتى بعد العبادة. فكل شك يأتي بعد العبادة فإنه لا يؤثر على هذه العبادة، ويستمر الإنسان في عبادته السابقة دون أن يحدث عبادة أخرى.